السلام عليكم متابعين ديال لاباج ديالنا ديال ميكانور. اليوم غادي نشارك معكم واحد المشكل اللي كاين في جميع السيارات. شريتي الطوموبيل بدل ليها الكروا ديال ديستريبيسيون. شوف المشكل اللي جانا عليه هاد السيد. كما كتشوفوا كما كتسمعوا عفوا فهاد الصداع هذا اللي كاين راه كاينه، مع العلم انني حيدت الكروا ديال الدينامو كما كتشوفوا والصداع كاين. يعني فين كاين؟ كاين في الكروا ديال ديستريبيسيون الداخل. حنا غادي نحلو وتشوفوا المشكل. هنا من بعد ما حلينا انه هنا بدل، هو ديجا بدل الكروات لاشين ولكن ما بدلش الطندورات، ما قلبهمش. يعني الميكانيسيان اللي مشى لعندو بدل له الكروه كما كتشوفوا، كروه هي كتبان جديده ولكن الطندور، شوف الطندور شنو وقع له. هو المشكل فين وقع؟ وقع في البومبه ديال الماء. يعني البومبه ديال الماء منين كوانسات ولات كدور الكروه من فوق منها مكوانسي وكدور من فوق منها كما شفتوا، وهي اللي هلكت الطندور هذا اللي كنحلوه حنايا. يعني واحد البلاستيكه من فوق تشعلت فيها العافيه وتنكلت. جاب الله ما ديكالتلوش هاد الطوموبيل هذا، وغدير له مشكل في الموتور الداخل. يعني جاب بالتسرسير راه درنا امر، قلت له صافي حبس. هذا الطندور كيكون ما كيكونش بحال هاد الشكل هذا، هذا هو اللي دار له المشكل. شوف كي داير، هذه البومبه اللي ما راها مكوانسيه، هذه راه هي اللي كوانسات وخلات الكروه الدور من فوق منها باش كتسخن ديك الكروه، وهي اللي دوبت الطندور ديال اللي كيطوندي الكروه ديال لاشين. المهم هذه هي الكروه، هذه هي البومبه القديمه، وها انتم شوفوا البومبه الجديده. يعني كدور هنايا كتكون كدور، الاخرى مكوانسيه ما كدورش. هذا هو الطندور، شوف الطندور اللي تنكل، وها الطندور الاخر جديد. شوف يعني ديك البلاستيكه اللي دايره في الطندور هذيك تنكلت كاع مشات، وبقات غير الرورما كما كتشوفوا. ها هي الرورما هي اللي بقات. الاغلبيه الناس اللي كيبدلوا الكروه ديال لاشين ديستريبيسيون، جيب كيت بحال هذا، كيت كيفيه الكروه اوريجينال 119 ديال الانسيس، وبدل البومبه ديال الماء، كونترولي البومبه ديال الماء وكونترولي الطندور. هو الطندور كيجي مع بالبومبه ديال الماء بالطندور بالكروه، كيدير تقريبا واحد 1300 ولا 1400 درهم. المهم حنا بدلنا هاد المسائل كامله. الحمد لله ما كانش شي مشكل كبير، يعني كان قريب يدير مشكل. يعني الا تقطعت راه غتقيس له لي سوباب ولا دير له شي مشكل. المهم حنا درنا امارش ديالنا هنايا كما كتشوفوا، نخليكم مع امارش. درنا لونتيجين مزيان كما كتشوفوا، هو اللون اللي كان فيها هاد اللون هذا ازرق، رد ليها ازرق، ماشي يكون فيها ازرق ودير ليها احمر ولا احمر دير لزا، كيتخلط ديك اللون وكيوسخ لك لونتيجين. هنا در امارش وشوف امارش تبارك الله كل شيء مزيان. نتمنى نكون فدتكم بشي حاجه مفيده. بارطاجيو معنا لاباج ديالنا وانضموا لعندنا الفيسبوك، راه تبارك الله كل شيء كاين.